مجال الترحيب بحضراتكم، ما زلنا مستمرين طبعا كلامنا عن مباراه الاهلي الوداد والاهلي طبعا في نهائي افريقيا ابطال الدوري هذا الموسم، كلام عن طبعا وجود جمهورنا بكره ده الاهم بالنسبه لي انا ان شاء الله. الدفعه المعنويه هتكون بكره من جمهور النادي الاهلي هيبقى ليها عامل مهم جدا ان شاء الله في حصولنا على هذه البطوله. ده ان شاء الله انا مطمن ان شاء الله بتواجد الجمهور وفال خير، يعني احنا زي ما حصل في الترجي ان شاء الله بكره يحصل، تبقى مباراه جيده ايضا بالنسبه لفريقنا ونحصل على طبعا هذه البطوله. النجم التاسع استاذ ايهاب الفولي الناقد الرياضي، برحب بحضرتك معانا في قناه الاهلي. اهلا بيك كابتن محمد وبكل جماهير النادي الاهلي وبكل يعني عشاق قناه النادي الاهلي. تحياتي ليك. كنت بتكلم مع جمهور يعني برضو ايه رايك في جزئيه ان طبعا كابتن حسام البدري الجهاز الفني طلب من وجود الجمهور، مجلس اداره بسرعه استجاب لهذا الطلب ووجود الجماهير بعد طبعا الموافقه الامنيه من خلال طبعا لواء شيرين شمس ومجهوده طبعا المهندس محمود طاهر اكيد. يعني بص حضرتك، انا كنت في ملعب برج العرب الماتش اللي فات، الجمهور بعد المباراه ما انتهت بعد الحكم ما صفر بالتعادل الايجابي 1-1 بين النادي الاهلي سكتوا لحظه، بعد اللحظه دي الجمهور تحول وكان النادي الاهلي غالب 3-0 4-0، هتاف غير عادي لجماهير النادي الاهلي، هتاف غير عادي للجهاز الفني للنادي الاهلي، طلبوا اللعيبه والجهاز الفني ندعوا عليهم ان هم يجي لهم. جمهور بطل، يعني جمهور يعني اذا كان النادي الاهلي بطل فجمهوره يعني هو كمان بطل، عارف امتى تبقى عنده مسؤوليه بيقف قدامها، عارف امتى بيبقى عنده تحديات بيقف قدامها، عارف امتى بيستثير فرقته بيحسها على التعويض التعادل حصل في القاهره تعادل ايجابي. فانا شايف ان انت تفتح الملعب لجمهور النادي الاهلي بكره قبل المران اللي قبل السفر للمغرب، شايف ده هتبقى دفعه معنويه كبيره للعيبه، بتعرف يعني بتدي اللعيبه احساس بالمسؤوليه، بتوريهم انتوا بيستناكوا ايه لما ترجعوا من المغرب بالنتيجه اللي هتحققوها. الجماهير ديت قوه دفع رهيبه جدا غير عاديه. النادي الاهلي عظمته في جمهوره، التواجد الجماهيري حصل قبل كده امام الترجي وكان ليه مفعول السحر، رفع الحاله المعنويه لشريف اكرامي، وقتها كان في ضغوط نفسيه تقيله على شريف اكرامي، شفنا شريف اكرامي مختلف تماما رغم ان ناس كتير كانت بتتكلم ان شريف اكرامي في مباراه العوده امام الترجي هيبقى عنده اللود بتاع الخطا اللي تسبب فيه، فده ممكن ياثر عليه شويه في المباراه، ولكن قدر الجمهور ان هو يحييه ويهتف له ويذكره ان انت ليك عندنا اللي خلينا نشفع لك واللي خلينا نتغاضى عن الخطا. وكان شريف اكرامي في المباراه ديت مختلف، فاعتقد برضو الجمهور اللي هيحضر بكره هيقدر ان هو يصحح مفاهيم عند لعيبه النادي الاهلي، هيقدر يعوض يعني فوز كبير كان النادي الاهلي يقدر يحققه في مباراه برج العرب. فتواجد الجماهيري ده امر يعني صحيح 100% في المباراه بتاعت قبل مباراه السبت باذن الله. وفال خير ان شاء الله برضو يا استاذ ايهاب، يعني برضو احنا ده حصل قبل السفر وكسبنا، ان شاء الله مطالبين برضو ان احنا نكسب هذه المباراه وفال برضو يبقى متواجدين بامر الله كجمهور ان شاء الله. طبعا فال خير ويعني وانت بتتفائل على طول بجمهورك. وانا عايز اقول لك كابتن يعني هي واقعيا او نظريا حته ان انت اتعادلت على ملعبك هي بتوجعك، لان انت لما تيجي تبص للماتش النادي الاهلي يعني راكب الماتش ال 95 دقيقه سيد بشكل كبير، ال 96 دقيقه اللي اتلعبوا انت راكب الماتش، لما تيجي كوره واحده بس في كوره واحده يا استاذ دقيقه 5 انت في دقيقه 5 وليد ازارو قطع الشبكه بقت 2-0، تقعد تعد تبقى لغايه ما انت عايز شبيهه بالمباراه اللي قبلها كان ممكن. صحيح ضربه جزاء الحكم تغاضى عنها بشكل غير عادي، كنت تقدر تدخلك الماتش، كرة كانت مع عند النادي الاهلي بشكل كبير في المباراه ديت. وانا ده اللي انا بقوله بقى، اللي انا بقول لك ايه، لو الكره عندتك مره مش هتعندك كل مره، فالنادي الاهلي لما بتعثر مره ده مش معناه ان هو هتعثر المره الجايه، لان هو الطبيعي بتاعه ان هو بيلعب، الطبيعي بتاعه ان هو بيأدي، الطبيعي بتاعه ان هو مستواه فايق وعالي. فالكره لو الحظ او التوفيق ما حلفكش في مباراه مش القاعده ان هو مش هيحالفك في اللي جاي، لا ده الطبيعي ان انت الامور بتبقى ماشيه طبيعيه، واللي مش طبيعي اللي هو حصل في مباراه الذهاب اللي اتلعبت السبت اللي فات. صحيح. طيب يعني اروح اخد بس تليفون مهم، طبعا احنا عارفين ان الحكم الجنبي بكاري جسامه ولا هيبقى هو قائد التحكيم في هذا اليوم ان شاء الله مباراه الاهلي والوداد. معانا طبعا على الهاتف كابتن احمد الشناوي الحكم الدولي السابق والمحاضر الدولي. كابتن احمد مساء الخير عليك.
خير يا كابتن محمد. تحياتي لحضرتك. خير يا كابتن إيهاب. حبيبي يا كابتن الله يخليك. تحياتي لحضرتك كابتن، ويعني بنتفائل دايما كده ان احنا نسمع صوتك كابتن. خليني اكلمك على المباراه الاولانيه بقى، يعني قبل ما اروح لبكاري الجسامه اكلمك على المباراه الاولانيه والاخطاء التحكيميه اللي كان ممكن كابتن ايهاب او استاذ ايهاب بيتكلم فيها من شويه، ان في كانت ضربه جزاء كانت حق للنادي الاهلي لكن لم تحتسب في هذه المباراه، اثرت يعني بشكل كبير على النتيجه. انا يعني طبعا احنا مش هنختلف في اللي انتوا بتقولوه، لكن انا عايز اقول ايه، احنا عايزين نعيش واقع. ما احنا لو قعدنا نتكلم مش هنعرف اللعيبه يعني تركز بقى في اللي جاي. يعني انا عايز تركز في الماتش. بمعنى ايه؟ الحكم اللي هو اللي جاي انا شايف انه حكم كويس جدا، يعتبر يعني افضل حكام افريقيا الا هو فعلا افضلهم. يعني هو اللي حكم لنا اخر مباراه صحيح امام الكونغو اللي هي كونغو صحيح، وبعتقد احتسابه ركله الجزاء يعني لم يحتسب حاجات ثانيه وكان ضغط جماهيري عليه، هو ده الشيء الوحيد اللي احنا يعني بعتقد انه هيخلي المباراه هتبقى فير، يعني يكسب من يستحق المكسب ويخسر من يستحق الخساره. لكن الاخطاء التحكيميه ما اقدرش اقول انها هتتوقف، ممكن يحصل خطا، ممكن يبقى لصالح الاهلي، مثل على الاهلي، لكن نتمنى الا يحدث خطا تحكيمي مؤثر. ده اللي يهمنا. طيب بتشوف الحكم بقى القادم يا كابتن السيره الذاتيه عنده عامله ازاي؟ هل هو فعلا الاحق ان يبقى متواجد في نهائي كبير زي نهائي دوري ابطال افريقيا؟ يعني من وجهه نظر حضرتك يا كابتن. الحكم ده خلي بالك يعني اتشاف، يعني انا كنت يعني انا اللي رايته في اول مباراه لي كان تعين في نهايه 2009 في تونس، رايته كتبت فيه تقرير كويس حطوه، بدا يديله ماتشات في 2010 لي، راح الشام من 2011 لحد النهارده مفيش بطوله ما شاركش فيها. يعني على مستوى الاولمبياد على كل المستويات اداء غير يعني من كاس عالم قارات انديه مش عارف ايه امم افريقيه كلها شارك فيها من هذا. فالحكم خبراته يعني عنده الخبرات اللي يعني التي يعني زي ما تقول تفيض كمان. عنده لياقه بدنيه جيده، عنده شخصيه ما بيتاثرش، احنا شفناه اللي انا بقوله شفتوه معايا في ماتش الكونغو. انت حسيت ان الحكم ده الجماهير والضغوط الحكم ركله الجزاء اللي حسبها ركله جزاء ومش ركله صحيحه الجزاء. طبعا طبعا في الدقيقه الايه؟ في الدقيقه الاخيره قبل الاخيره من المباراه الوقت المحتسب بدل الضايع اكتسب كل حاجه بدقه وبحياد. وده اللي انا عايز اقوله، دايما الدقه والحياد دايما يكسب من يستحق المكسب ويخسر من يستحق الخسر. طيب كابتن رسائل حضرتك ممكن تديها لعيب النادي الاهلي في مباراه مهمه زي كده خاصه بالتحكيم، يعني بالنسبه لوجود حكم زي ده زي ما انت بتقول، الرسائل اللي ممكن توجهها للاعيبي النادي الاهلي في هذه المباراه؟ انا عايز اقول لهم ان هم ينزلوا ما يفكروش في حكم المباراه اللي فاتت. ينزلوا مباراه جديده بيفكروا في اللي قدامهم والمباراه دي ايه والحكم ده. طبعا هم انا مش عايز اقول هم عارفينه اكيد يعني، فخلاص يعني بقى نازلين عندهم ثقه. انا بعتبر ان وجود الحكم ده هيخلي اللعيبه تهتم اكتر باللعب الكره، وده يديهم فرصة ان هم يبقى عندهم التنافس على كرة على الكرة وعلى اللعب، يديهم الفرصة في ان كانوا يكسبوا. فده اللي انا عايز اقوله، ده مهم جدا ان ثقة اللعيبة ان الحكم هم بين ايادي امينة هتديهم الاخطاء وتديهم حقوقهم في الملعب التحكيمية. بعتقد ان هم هيخلوا اللعيبة اكثر تركيزا في لعب الكرة والحاجات دي كلها. بشكرك كابتن احمد. طبعا احمد الشناوي حكمنا الدوري السابق والمحاضر بالاتحاد الدولي. ذهب خليني قادما انا عايز اربطها برضو لان هي مباراه واحده مقسمه لمباراتين. هل نتيجه النتيجه الايجابيه لفريق الوداد والسلبيه بالنسبه للفريقنا طبعا بحكم ان احنا موجودين او لعبنا هذه المباراه على ارضنا، بتشوفها تاثر بشكل كبير على المباراه هناك ولا الثقه موجوده زي ما هي بيننا؟ هو هقول لحضرتك على حاجه، هو النتيجه 1-1 نتيجه قاسيه على النادي الاهلي، غير معبره عن الاداء وعن سير احداث المباراه، غير معبره عن الفريق الافضل. فقيس بقى كده، انت رايح بدل ما انت كنت هتروح مستريح شويه هتروح تتعب تعمل مجهود اكبر من اللي انت المفترض. شبيه مباراه الترجي. يعني هتعمل زي مباراه الترجي، هتعمل مجهود اكبر من المفترض اللي انت كنت هتعمله لو انت خارج من المباراه بالنتيجه الطبيعيه بتاعت اللي انت تستحقها. فحته ان المباراه صعبه على النادي الاهلي، لا، النادي الاهلي يعني هيبذل مجهود كبير لكن ما فيش حاجه مستحيله،
مفيش حاجه، المباراه ما يعني ما خلصتش. يا الوداد جه في القاهره تعادل مع النادي الاهلي، الاهلي كان محتاج اربع نقط عشان يصعد السنه اللي فاتت من دوري المجموعات، محتاج اربع نقط من الوداد. كنا كلنا بنقول ناخد الثلاثه نقط هنا في القاهره ونتعادل هناك في الوداد، نبقى خدنا اربع نقط. اتعكست، اتعادلنا هنا والناس كلها قالت طب وهتروح تعمل ايه مع الوداد هناك؟ الاهلي راح كسب الوداد في الوداد وخد الاربع نقط اللي هو عايزه. فانت النهارده هتلعب مباراه بطوله، مباراه 90 دقيقه، 11 راجل قدام 11 راجل، حته الجمهور الكبير اللي موجود في الملعب، انت عندك جمهورك ولاعيبتك لعبت قدامه وعملت بروفات قدام الترجي ولعبت قدام ولعبت قدام النجم ولعبت في اجواء مشابهه وفي جروه ولعبت في كل البلاد الافريقيه وقدام مازيمبي الكونغولي وفي سيوس امام سيوس سبورت. سيوس سبورت مثلا ملعب زي الترابيزه دي كده وجمهور زي انا وحضرتك كده قاعدين. فالاهلي اعتاد اللعب في الاجواء ديت، حتة ان انت مباراة صعبة، لكن مباراة بطولة، مباراة خبرات، مباراة الفريق الاسكى الكاتشانة من خارج الخطوط. فانا شايف ان لا، حتة ان انا كنت لو مثلا في الظروف الطبيعية تقدر تقول ان 60% 40% 60% للوداد و 40% للنادي الاهلي، لكن انا بقول لك دي مباراة نهائي، فانا شايف ان النسب 50% للاهلي و 50% للوداد، الاثنين فرصهم موجوده. لان انت لو لعبت كوره مع فرقه الوداد ولعبت بنفس مستواك وحتى هم سبقوا ان هم جابوا فيك جون، لان الوداد النهارده متعادل عندك فقدامه سيناريوهات لازم يلعب عليها، ان هو طب هيفتح ويهاجمك، طب لو هاجمك وانت لعبت على الهجمه المرتده انت عندك اللي يقدر يخلص، طب لو اعتمد على نتيجه 1-1 واشك ان هو يعتمد على النتيجه ويلعب بتامين دفاعي وحذر ويلعب على الهجمه المرتده، لو عمل معاك ده كده انت هتبقى كانك بتلعب الشوط الثالث في مباراه برج العرب. وانت شفت لما كان متكتل هو صمد يعني بالعافيه صمد قدامك، ولكن في كور كتير جدا كان مكانها الشباك لولا ان في تسرع او في عدم. طب بتشوف التصريحات ما بعد المباراه الاولى هتاثر بشكل كبير يعني على المباراه الثانيه او الفكر بالنسبه لكل مدرب؟ يعني حسام عمود قال لك النادي الاهلي احنا الاقوى، بالرغم ان حضرتك كلنا شايفين ان في استماته في جزء دفاعي، واحنا كنا احنا اللي راكبين المباراه زي ما حضرتك بتتكلم. الناحيه الثانيه كابتن حسام دائما بيتكلم ان الحسم بيكون في المباراه الثانيه وليس المباراه الاولى. وطبعا التملي الفريق اللي بيبقى مع يعني ما عندوش ثقه او ما عنده او عنده اهتزاز نفسي او عنده مش مصدق نفسه بالنتيجه اللي طلعت عليها بيحاول يصدر تصريحات تهز المنافس او تحاول اللي هو يقول لك انا احسن، انا اقوى، انا اللي كنت يعني. هو لو اتفرج على المباراه اكتر من مره هو احسن لان هو خد اللي عايزه من المباراه، لكن هو مش احسن في الاداء، مش احسن في التسيد ال 90 دقيقه، مش احسن في الفرص، مش احسن في اي حاجه. لا، هو احسن ان هو قادر ياخد اللي هو عايزه من المباراه ديت. لكن المتتبع للنادي الاهلي وادائه في مشواره في البطوله الافريقيه والمتتبع لنادي الوداد وادائه ومشواره في البطوله الافريقيه يرجح كفه النادي الاهلي على الورق، ولكن انت لما تيجي تتكلم على الملعب اللي انت هتلعب عليه، لا، ملعب كوره وملعب محترم وملعب متميز. النادي الاهلي بيجيد اللعب على الملاعب الجيده يعني اللي فيها كوره تتلعب عليها. ملعب كوره، والنادي الاهلي عنده لعيبه كوره، عنده لعيبه مميزه وعناصر مميزه، عنده خبرات التعامل مع المباريات الصعبه. والمباراه يعني الوداد بتنقصه خبره التعامل مع المباريات الصعبه، مباراه الاهلي صعبه. الوداد هيلاعب الاهلي في مباراه صعبه، يعني الناس كلها شايفه ان الاهلي مباراته صعبه، لا، ده الوداد اللي مباراته صعبه، الوداد بيلاعب النادي الاهلي، الوداد بيلاعب وعنده امله ما شافهاش قبل كده، يروح يلعب في كاس العالم للانديه. انت بتلعب مع فريق كبير، فريق عنده خبرات، ممكن دي تبقى حوافز برضه يا استاذ ايهاب؟ هي حوافز موجوده من الاول، بس هو دلوقتي قرب صحيح. فكل ما بتقرب كل ما بيبقى عندك حاجه تخاف عليها. انت كمان انت رايح وانت عندك مشكله، يعني انت كالنادي الاهلي انت رايح وعندك مشكله، المشكله اللي عندك ان انت الناس كلها بصلك ان انت رايح بره، الجمهور باصص ان انت ما بتعرفش المستحيل، ولكن انت خدت خطوه لورا، في جون جيك فيك في ملعبك يتحسب بجونين في حاله التعادل، لو المجموعه المباراتين انتهت بالتعادل. فالمشكله اللي عندك دي انت رايح بمشكله، فرايح عندك نوع من يعني الضغوط عندك اخف شويه، بعكسه هو ورايح زي الصفاقسي في 2006 ورايح متعادل 1-1 في القاهره فحسم. لعيبه الصفاقسي كانت بتشاور للجمهور احتفلوا، يعني كانوا في اخر دقيقتين كانوا بيطالبوا الجماهير انها تحتفل،
فانت هو رايح ماتشه ماتش صعب. الوداد لما يلعب الاهلي الماتش قدامه مش عندك انت بس، الماتش مش صعب عندك انت بس، تصعبت عليك ماتش هناك. لكن هو الماتش رايح هو تعادل معاك عمل نتيجه ايجابيه وهيلعب ماتش صعب مش هيلعب ماتش سهل. يعني الوداد مش رايح يلعب النادي الاهلي وهو خلاص حاطط في بطنه بطيخه صيفي انه كسب، لا هو هيلعب ماتش صعب وماتش ليه 1000 حسبه وماتش انصاف الفرص تخلصه. يعني وانا بتكلم على اللاعبين بقول الحمد لله، يعني بعد خساره اللاعبين اللي اتصابوا سواء بقى صالح ولا معلول ولا وليد سليمان، لكن انت كان عندك مشكله كمان لو كان في بعض اللاعبين ايضا اللي عندهم انذارات توقف كانت وقفوا، الحمد لله ده ما حصلش. يعني بنحمد ربنا ان ده ما حصلش، مع طبعا الاصابات كانت بقت مشكله كبيره جدا لكابتن حسام بدري واختياراته في المباراه القادمه. بتشوف بقى اللاعبين اللي اتصابوا دول تاثيرهم ازاي هيكون في المباراه القادمه يا استاذ؟ بص هو اقول لحضرتك على حاجه، هو صالح جمعه وحسام عاشور انت حسيت يعني حسيت يعني بخسارتهم وفقدانهم في المباراه اللي فاتت، فانت كده كده اتعودت على ده في اللي فاتت، والتحديد صالح كان لاعب مباراه النجم وكان مميز وعمل ثرو وادى يعني وادى معلول جبن الاهلي جاب منه جون يعني لمسه ولعبه كان قلب الملعب. حسام عاشور لاعب ارتكاز مهم جدا، احنا النادي الاهلي حاسس بغياب حسام عاشور بقاله فتره مؤثر في وسط الملعب. القصة عندك في علي معلول لو تأكد غيابه، شايف ان علي معلول عنصر مهم، هو ده اللي فعلا اللي انت ممكن تزعل بجد وانت تحس ان انت محتاج، لان علي بقاله فترة في الناحية سواء هنا او هنا او في نفس الناحية اتصاب محمد ونجم وعلي. بس انت محمد انت بتتكلم على اللي عندك انت، انت عندك علي معلول بقاله فترة ثابت، حتى حسين السيد بقاله فترة ما بيشاركش، حسين السيد لعيب كبير ويقدر يسد ويقدر ده، ولكن ماتشات الافريقيه يعني عبد الله السعيد لعب المباراه اللي فاتت بعيد عن المباراه بقاله فتره طويله، ورغم ان هو ادى وادى وصنع الهدف الاول لمؤمن زكريا، بس في ناس كتير شايفه ان عبد الله السعيد عنده اكتر من كده وعنده كل العذر، انت جاي راجع من اصابه، واي لعيب راجع من اصابه بتبقى عنده فوبيا الاصابه بيخاف على نفسه، فكنا عبد الله السعيد ادى بالشكل ده في الماتش اللي فات، فده يعني بيعرفك قد ايه قيمه لاعب زي عبد الله السعيد تخلص من كل مخاوفه، تخلص من كل ضغوطه، قدر يستعيد حساسيه المباراه الغايبه عنه بقالها اكتر من 3 ماتشات، وقدر ان هو يبقى موجود في الملعب بشكل كويس ويقدر يفوق، ولكن الناس كانت تتعشم من عبد الله السعيد اكتر من كده. اعتقد عبد الله السعيد في مباراه الوداد اللي جايه هيبقى فارق جدا مع النادي الاهلي في المباراه الجايه، لان خلاص هيبقى الرهبه زالت، وبانت في اخر 10 دقائق عبد الله كان شويه فيه الم شويه، يعني بقى اتاثر بالجهد والضغط العصبي اللي عليه في طول الماتش، وراجع من اصابه خد 90 دقيقه كامله، فالماتش الجاي اعتقد عبد الله سعيد هيبقى فارق، فهيعوض غياب صالح جمعه. عندك حته الناحيه الشمال زي ما قلت لحضرتك هي اللي هتبقى مشكله بالنسبة. نتمنى ان علي معلول يلحق ويرجع للماتش باذن الله. طيب خليني اكلمك على التعامل مع المباراه من خلال اعلامنا الرياضي والتعامل مع المباراه القادمه، يعني بعد المباراه والمباراه القادمه ايضا سواء بقى هنا او هنا، عايزين نتكلم برضو على الاعلام المغربي ومناقشته للمباراه بشكل عام. احنا ما احنا الاهلي نادي الاهلي حاله فريده. النادي الاهلي اثبت في كل يعني في كل اختبار بيقع فيه ان هو بيقلب يعني بيعدل الميله، يعني انت مثلا تيجي تقول الاهلي هيلعب مثلا مع الترجي بره خاسر متعادل 2-2، يعني اي فريق بيخش فيه جون بيبقى بيشيله الطين، ده دخل فيه جونين راح غير المفاهيم، راح بات هناك في قعد 5 ايام وعسكر وبيت في تونس وما رجعش، وقلنا ازاي واللعيبه هيجي لها حاله من الزهق والملل، عمل نتيجه طيبه مع النجم الساحلي وقدر يهدف وخسر 1-2 ساعدته في مباراه القاهره في صفاقسي 2006 في الترجي برضو 2012 في يعني النادي الاهلي تملي بيعدل الميله، فاحنا لما بنيجي نتعامل اعلاميا ما بنتعاملش يعني لازم نحط قدامنا المعطيات بتاعتنا عشان نديك النتيجه النهائيه، فلما اجي الاقي معطياتي كلها فريق بطل بيثبت في كل تجربه وفي كل مباراه وكل اختبار بيقضى عليه ان يعني القاعده قلبها وعدلها وبالبلدي كده فورها، يعني القاعده بتقول الارض بتلعب مع صاحبها، النادي الاهلي غير المفهوم ده تماما، الارض تملي بتلعب مع النادي الاهلي، النادي الاهلي بيروح يلعب بره ارضه في كل المباريات النهائيه معظمها رجع باللقب.
فانا لما اجي اتعامل بقى مع مباراه، يعني انا عندي السبت بنزل بالشغل بتاعي يوم الاثنين، هتكلم على مباراه السبت بنسى النتيجه اللي عملها النادي الاهلي، وبتكلم بشوف المحفزات اللي بتقال ايه، وبشوف الشخصيه اللي بتتكلم ايه، وبشوف التاريخ بيقول ايه، عشان لما اجي بعد كده ما بقاش السيناريو بتاعي باهت. ما اطلعش انا اقول ايه مثلا فضيحه، ما اطلعش اقول مثلا وضع الحلم يا ولدي، ما اطلعش اقول يعني ضيعت فرصه من ايديكم. ليه؟ ان كل الكلام ده من القاموس بتاع النادي الاهلي اثبتت السنين اللي فاتت كلها ان هو كلام مش موجود. الموجود قدامي انا، لما تيجي تبص بعد، يعني لما تيجي انت مثلا تبص على المستقبل، الاهلي اتعادل مع الوداد، لما تيجي تبص تقول ايه؟ 1-1، يبقى الوداد هناك محتاج 1-0، تيجي بعد كده تقول ده كان غيره اشطر، كان الترجي كسب 1-0، كان جروه كانت كسبت 1-0، كان القطن الكاميروني، الثقه موجوده خلاص عند الجمهور بسبب نتائجك اللي فاتت. ما هو ده بقى التعامل الاعلامي، يعني انا بقول لك، يعني ما انا جاي اتعامل اعلاميا ابص الاقي الغيامه مش موجوده، لا ده انا عندي حاجات كاشفه تديني مؤشرات. حتى لو الاهلي خسر هتيجي تقول ايه؟ ده يعني ايه؟ مفاجاه. يعني الاهلي لو خسر البطوله في الوداد مش هيبقى امر طبيعي، ده هيبقى مفاجاه. يبقى مفاجاه، لان الطبيعي ان الاهلي اعتاد ان هو يروح بره يجيب البطوله ويرجع. طب اطلعت على الاعلام المغربي استاذ ايهاب بعد المباراه وفي الوقت الحالي؟ بص، هو الصحافه المغربيه قبل المباراه وبعد المباراه يعني عندهم نوع من يعني الشحن الزياده لاعيبتها، عندهم نوع بيحاولوا ان هو يقلل من النادي الاهلي ومن قوته، بيحاول ان هو يعني ايه زي اي صحافه يعني اجنبيه بتروح تشوفها او اي فريق افريقي بتروح. احنا ما عملناش كده مع الوداد؟ لا انت ما لا ما عملتش كده في يعني في الصحف. انا نفسي عن نفسي انا كنت مستقل بالوداد، يعني انا عن نفسي كنت متوقع النادي الاهلي يكسب اقل حاجه 3-0، والسيناريو بتاع المباراه كان ماشي كده. انت في اول دقيقه جبت جون، أزار وضيع كرة سهلة، لو الكرة دي كانت جت كنت عملت الحلقة الثانية، يعني ليالي الحلمية اتعمل منها 5 أجزاء. أيوه مظبوط، كان النادي الأهلي عمل من النجم 5 أجزاء، كنت تكسب الوداد زي ما أنت عايز، أنت في أول 5 دقايق تكسب. استغلال الفرص بعد كده كمل، مهم جدا، يعني ما تبقى في مباراة نهائية، لأن أصلا مباراة النهائي أصلا الذهاب نص فرصة. نص فرص، لأن أنت النتائج الكبيرة اللي احنا شفناها في مباراة النجم ما بتحصلش كتير في النهائي، عمرها ما تحصل يعني بشكل بس كانت هتحصل. يعني انت لو انت الكوره بتاعت ازارو دي لو خرجها بالراحه بس كده في اول 5 دقايق انت جبتها، وبعدين ازارو عنده، يعني لما نيجي نتكلم لو انت متعادل 0-0 عندك مبرر ان انت تتوتر، لكن انت غالب في اول دقيقه، ودي الهجمه مش في الدقيقه 90، دي في الدقيقه الخامسه، مفيش توتر، محتاجه الراحه والهدوء وان انت تلعبها. كنت ريحت فرقتك، بس ده مش معناه برضو ان زي ما قلت لحضرتك هتلعب 90 دقيقة تاني، هتتفرج على مباراة تانية من النادي الأهلي، هتفتح لك فرص تاني وكل حاجة واردة. فاستغل بقى، يعني النادي الأهلي بيروح في أي بلد بيلعب، ما بيروحش يحط ال 11 في الملعب ويشتت ويطفش، لا ده عنده سيناريوهات وعنده أدواته وعنده خططه، بيلعب من على من كل اتجاه، بيلعب يمين ويلعب شمال ويلعب نص ملعب، بيلعب من كل اتجاه. فالنادي الأهلي هيروح هيلعب 90 دقيقة تانية، هتستمتع بأداء راقي وممتع، ونتمنى من لاعبي النادي الاهلي استغلال انصاف الفرص اللي هتحلوهم في المباراه اللي جايه. طب السيناريو اللي بتتكلم عليه يا استاذ ايهاب ممكن يكون في ذهن كابتن حسام البدري ازاي؟ انت برضو انت بتلاعب فريق عنده 3 سيناريوهات، تعادل سلبي المكسب او التعادل الايجابي في الاول وفي الاخر، انت ما عندكش حل غير انك تكسب او تتعادل 1-1. يعني ما هو انت ما هو السيناريو ده بيوصلك للهدف، ما هي قدرات. النهاردة أنت لو عندك ابنك متفوق ودخلته امتحان بتقدر تدخله مستوى رفيع بيتفوق عشان هو شاطر ونبيه ومتميز وعالي وعنده كل المميزات، أنت بتحطه في اختبار صعب، فأنت النهاردة حتة أن أنت مزنوق ديت فبتطلع وبتفجر طاقاتك، أنت مش قليل الحيلة، أنت عندك إمكانيات وقدرات، مالكش حل إلا الطريق ده اللي هتمشيه، فلو مشيته هتكسر الدنيا. بعكس ان انت لو عندك اكتر من حلول ممكن لو هتريح ممكن يخش فيك جون، ممكن تتغلب، لكن انت رايح ما قدامكش غير هدف. هل الهدف اللي انت يعني السيناريو الوحيد اللي قدامك ان انت تكسب، سيبك من التعادل، ان انت تكسب الوداد، هل انت ما عندكش الادوات او المقومات اللي تاهلك لده؟ عندك فانت هتعمل لده، يعني انت هتشتغل على ده.
المشكله انا والله شايف المشكله مش عند النادي الاهلي بقدر ما هي عند الوداد. الوداد السيناريوهات الكتير اللي عند الوداد هتخليك انت طب لو لعب على السيناريو ان هو يكسر. يامن دفاعي هيواجه طوفان طبعا غير عادي. النادي الاهلي ما عندوش اللي يبكي عليه صحيح، وعنده ناس توصله وتخليه لو في اخطاء ارتكبت في المباراه اللي فاتت اكيد الجهاز الفني بيراجعها وبيشوفها وبيقدر يعدل منها على ارض الملعب في الماتش اللي جاي. فانا شايف ان انت ما عندكش غير حاجه واحده، ده امر يعني يعتبر رغم ان هو امر قاسي على النادي الاهلي ولكنه هو محفز لعيبه النادي الاهلي لاستنفاذ واستخراج. طب بتشوف ممكن كابتن حسام بدري يشتغل بثلاثه في نص ملعب في المباراه دي يا استاذ ايهاب، ولا في الشكل الطبيعي اللي هو بيلعب باثنين سواء بقى رامي او هو تكتيكيا أو مش أو عمرو السولية؟ هو تكتيكيا مش هي يعني مش هيشتغل بتغيير خططي. اعتقد ان هو التغيير عنده هيبقى تغيير في المراكز، يعني اعتقد ان هو من وجهه نظر ان هو يرجع رامي ربيعه ورا، ومحمد نجيب بيريح ويبدا بمحمد هاني ويحط احمد فتحي في وسط الملعب، عشان احمد فتحي يعني احمد فتحي قوه دفع غير عاديه. الدنيا اتلخبطت قوي بره، اعتقد ان هو عايز يسيطر على وسط. انت اللي فرق معاك في بعض الاوقات في مباراه الوداد اللي فاتت ان انت فائد وسط الملعب، يعني حسام عدم وجود حسام عاشور في وسط الملعب اثر عليك بشكل كبير جدا في مباراه الوداد اللي فاتت. طب انت بتشوف ان محمد نجيب لعيب مهم المباراه اللي فاتت كان عامل ازاي عشان كابتن حسام ما يستغلوش المباراه الجايه؟ لعيب مهم جدا ولعيب، بس انا بقول لحضرتك ايه، انت عندك دلوقتي كل عناصر النادي الاهلي 30 لعيب منهم 26 مقيدين افريقيا، طلع مروان محسن للاصابه، عندك 25 لاعب بسم الله ما شاء الله كلهم يقدروا، كلهم لعيبه كويسه. فانت عندك، انا بتكلم على رؤيه، انت عايز تلعب تقفل 11 يعني يبقى عندك 11 في الملعب هتشتغل عليهم، عندك وسط الملعب ده لازم تقفله لان وسط الملعب مش هنضحك على بعض اتخذ منك في بعض الاوقات في المباراه اللي فاتت وكنت محتاج ان يبقى وسط الملعب فيه تدعيم. فاعتقد عشان تروح تلعب في مباراه الترجي عشان تعمل التامين الدفاعي بتاعك ان انت ما يجيش فيه الجون لازم تعمل التامين الدفاعي ده من وسط الملعب عشان ما تبقاش الملعب مايل منك، ما يقدرش الفريق الوداد يقدر ان هو يضغطك تلاقي نفسك ان انت بدل ما انت بتهاجم بتحاول ان انت تعوض، بدل ما تهاجم عشان تهدف وتبادر بالتهديف تلاقي نفسك عايز تعوض. فاعتقد ان حتى لو محمد نجيب قعد على دكه البدلاء ده مش عيب في محمد نجيب، لا ده هي الخطه فرضه ان انت لازم ترجع بواحد، يعني رامي ربيعه انا شايف ان وجوده في المباراه دي في مركز قلب الدفاع مهم جدا، لعيب طويل لعيب مميز لعيب سريع يقدر يتعامل عنده خبرات عنده، طبعا ما بنقللش من محمد نجيب خالص. حته احمد فتحي في وسط الملعب، احمد فتحي هو الوحيد اللي يقدر يقطع ويفسد كل الهجمات بتاعت لعيبه الوداد من بدري من قبل ما تيجي في التلت الاخير لملعب. طيب يعني خليني اكلمك بقى على نقطه مهمه، يعني انا دلوقتي حته امتلاك نص الملعب ده لازم تعمله، ولكن خساره فريق الوداد واحد زي محمد اوناج هو اميز اللاعبين هو واشرف بن شرقي، انت كنت موجود في الملعب في الملعب اكيد واضح من خلال رؤيتك على في الواقع او في الحقيقه غير التلفزيونات طبعا ان هم دول كانوا المفروض بيعتمد عليهم بشكل كبير هو حسين عموته على الاثنين اللعيبه دي، وفي نفس الوقت خسر اوناج واشرف بن شرقي هو اللي كان محور اداء الفريق الوداد. لو انت تعاملت مع اشرف بن شرقي في حاله عدم وجود اوناج بشكل جيد ممكن الامور تتغير بالنسبه للشكل النادي الاهلي؟ طبعا انت يعني ما انت تعاملت مع بن شرقي في المباراه اللي فاتت، بس الصراحه هو كان بيمسك الكوره انا بحس ان كانت اللعيبه لحد ما وسط الملعب، انت عندك وسط الملعب هو كان بيمسك، لان هو لعيب مميز قوي بيعرف يراوغ بشكل جيد عشان انا بقول لحضرتك انت فقدت وسط الملعب في وقت كتير لظروف الاصابات والغيابات اللي عندك، يعني انت كنت مجبر، وحته انت بتلعب برضو انت مش نازل تقفل دفاع ومش نازل تلعب، انت بتلعب مع فرقه قدامك هدفين، هدف انت او طريقه ان انت تامن دفاعاتك وما يجيش في الجون، وفي نفس الوقت عايز ان انت تهدف وتبادر بالتهديف، فعندك لعيبه اصحاب المهارات، فهو لاعب مع في وسط اللعيبه بتاعتنا اللي هي عندها المهارات العاليه، لكن انت الماتش اللي جاي هيبقى التامين هيبقى التشديد عليه اكتر، عشان كده انا بقول لحضرتك انا وجهه نظري الكابتن حسام البدري هيميل ان هو يدفع باحمد فتحي في وسط الملعب بحيث ان هو يامن يملى المنطقه ديت، احمد فتحي الله اكبر عليه يعني بيتحرك
يعني اكتر واحد بيتحرك في فرقه النادي الاهلي واكتر واحد بيجري واكتر واحد بيعمل مجهود، فاعتقد هيبقى ليه دور كبير في وسط الملعب عشان الحد من تحركات بن شرقي ان انت تقدر ما تخلوش يهرب واحده، خصوصا انه هيبقى فايق الماتش الجاي قدام الجمهور. عنده ثقه كبيره، هو هداف الفريق 5 جوان حتى الان بالنسبه لفريق الوداد، وعنده حلمه بقى ان هو يفوز بالبطوله، عنده حلم ان هو يشارك في مونديال عالم الانديه. فكل دي انت عشان كده بقول لحضرتك على الورق هتبقى المباراه صعبه على الوداد اكتر من صعوبتها على النادي الاهلي، لان هو برضو الناس باصه الوداد جه تعادل 1-1، طب ممكن الوداد يتغلب هناك 1-0. صحيح، وحصل خلاص. يعني دي تقريبا هو حلمه كده، احنا حلمين اكبر من كده، احنا حلمين ان نجمه التاسعه، وحلم بعض اللاعبين انها تنهي مشوارها واخد البطوله دي، بعض اللاعبين لسه بيبتدوا حلمهم ان هم ياخدوا هذه البطوله. طب رسائل بقى للعيبه بالنسبه للاعبين النادي الاهلي في المباراه دي، انت ممكن كصحافه ممكن تديها لهم؟ طب يعني مباراة، يعني هي المباراة دي تاريخ، بيكتبوا تاريخهم، اتحدوا صعوبات كتير مرت بيهم خلال الفترة اللي فاتت. النادي الأهلي غايب عن بطولة العالم اللي كان ضيف أساسي عليها في خلال فترة، فيعني أكتر رسالة تقدر توجهها للنادي الأهلي يعني حسوا، يعني شوفوا نفسك، حس نفسك أنت كابتن، أنت لعيب النادي الأهلي، شوف نفسك كويس. يعني شوف نفسك كويس وبص لنفسك كويس واعرف انت ايه. انت معلش يعني بتتأملك بلاد، يعني لما بتقال النادي الاهلي جاي بلاد، ممكن بلاد بتتهز يعني، وناس رقابه بتتحبط في بعضها. فلعيبه النادي الاهلي تشوف نفسها كويس وتقيم نفسها كويس. صحيح. وتحس بنفسها في المباراه دي، عايز لعيبه الاهلي تحس بنفسها، تحس هم مين وهم ايه وهم بيمثلوا نادي ايه. صحيح، هتفرق كتير جدا في الماتش الجاي، وهيحققوا الهدف اللي هم رايحين عليه. هو بطل القرن، بطل افريقيا ونادي القرن الافريقي يعني، فبالتالي فعلا انت حضرتك بتتكلم كلام مظبوط جدا. وهو الكابتن حسام بعد المباراه، كابتن حسام البدري دخل على لعيبه، اللعيبه كانت يعني في حاله طبعا من الحزن بعد المباراه، يعني بعد كل مباراه اللعيبه بتبقى غالبين، بتلاقي الدنيا ما في غرفه خلع الملابس هيصه وغنى وفرحه باللي حصل. المباراة دي اللعيبة دخلت طبعا نجوم على الوجوه وحالة من الحزن بعد كمان تحية جمهورهم ليهم. كابتن حسام دخل حرص ان هو يقول لهم كلمة، قال لهم ارفع راسك انت، يعني بص فوق، محدش يبص في الارض، انتوا افتكروا ان انتوا بتلعبوا بتمثلوا نادي القرن الافريقي، افتكر انجازاتك وبطولاتك اللي انتوا فيه ده انا مش عايزه. لسه المشوار ما خلصش، انت عندك مباراة. فانا يعني انا سعيد اللي انت قلت المعلومة دي، لان ده بيدل ان لا، الاحساس بمسؤولية كبير، ولسه ان شاء الله المباراه اللي جايه هتبقى فيها حاجات كتير جدا يا استاذ. اشكرك يا استاذ، ربنا يخليك، الله يخليك، دايما بستمتع بيك. الله يعز حضرتك. يعني اكيد كلامنا هيفضل مستمر عن المباراه ان شاء الله حتى يومها بامر الله، وكلنا ثقه يعني وامل في فريقنا، هم اللي ادونا الثقه دي كلاعبين من خلال نتائجهم خارج الارض دايما، وخلال المواقف الصعبه اللي هم واجهوها بمكسبهم دايما باستمرار. عشان كده ان شاء الله كل التوفيق ليهم. بكره هنكون معاكم ان شاء الله استاد الاهلي الساعه 3. الشكل الجميل اللي احنا هنشوفه ان شاء الله من الجماهير هنبتدي نذيعه من خلال طبعا قناتنا هنا، قناه الاهلي واستاد الاهلي، باستمرار. سعداء دايما لما بنشوف الجمهور في استاد التتش، في الملاعب، في كل حته. النادي الاهلي جماهيره عظيمه، جماهيره كبيره جدا. ان شاء الله كل التوفيق ليهم، يبقى يوم بكره جميل ان شاء الله، تبقى ايضا بدايه خير لحصولنا على هذه البطوله في المغرب بامر الله. بعد الفاصل هيكون معاكم ان شاء الله المهندس عادل القيعي واستاذ ابراهيم منيسي وبرنامج ملك وكتاب. السلام عليكم.